على الجانب الآخر ما زال مطار العريش بيستقبل عدد كبير جدا من المساعدات اللي بتصل للعريش، بيتم تجهيزها ومن ثم نقلها إلى معبر رفح حتى دخولها إلى الجانب الفلسطيني. دلوقتي هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من العريش، هنعرف منه آخر مستجدات الأوضاع هناك واستقبال المساعدات الإنسانية المرسلة لأهلنا في قطاع غزة. يا كريم صباح الخير. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جماعتنا، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا شاذلي، يمكن زي ما انت قلت مطار العريش من ساعة ما مصر سمحت باستقبال المساعدات من جميع الدول اللي مشاركة في هذه المساعدات وهو مازال بيستقبل الطائرات المختلفة، وصلنا لحد امبارح 285 طيارة وصلوا بالفعل لمطار العريش الدولي، ده غير الطيارات اللي على وشك الوصول النهارده الحقيقه للمطار. بنتكلم على عدد كبير جدا من الاطنان من المواد الغذائيه والمستلزمات الطبيه وكمان المستلزمات المعيشيه لمواجهه فصل الشتاء، الحقيقه ما زالت بتيجي لمدينه العريش والشيخ زويد عشان يتم شحنهم بعد ذلك لمعبر رفح المصري ليتم نقلهم الى الاشقاء في فلسطين. بنتكلم على الحقيقه اكثر من 180 الف لتر من الوقود دخلوا بالفعل الى قطاع غزه منذ بدايه الازمه، بنتكلم على شاحنتين بالفعل دخلوا امبارح ضمن 140 شاحنه بشكل عام بين المستلزمات الغذائيه والمستلزمات الطبيه تم تجهيزهم للدخول عبر بوابه معبر رفح المصريه. بنتكلم على انه الهلال الاحمر الفلسطيني تسلم خلال اليومين اللي فاتوا امبارح واول امبارح 75 شاحنه فقط من المساعدات الغذائيه، ده بسبب ان قوات الاحتلال الحقيقه بتعرقل دخول المساعدات دي بحاجه من الاثنين، اما ان هي بتاخد وقت طويل جدا في تفتيش هذه يعني الشاحنات بتوصل ليوم كامل في بعض الاحيان، او في بعض الاحيان هي بتسيب هذه الشاحنات تتكدس داخل الناحيه الفلسطينيه في قطاع غزه وبتسيبهم موجودين ما بتفتشهمش، ممكن ما توصلش الوقود لهذه الشاحنات. الا ان مصر على الجانب الاخر من ناحيتنا هنا بنفضل مصممين بتجهيز الشاحنات وتوصيلها لمعبر رفح وكمان ضغط كبير جدا، بنتكلم على مئات الشاحنات، بنتكلم على 140 شاحنه تم تجهيزهم امبارح والنهارده فقط عشان يخشوا المعبر رفح المصري، بنتكلم على كمان مئات غيرهم ما زالوا بيتوافدوا على العريش اما عن طريق الطيارات في المطار او حتى عن طريق التحالف الوطني وحياه كريمه وصندوق تحيا مصر والتبرعات الخاصه بالشعب المصري من كل محافظات مصر الحقيقه، ودي مستلزمات غذائيه ومستلزمات طبيه وكمان الحقيقه تبرع بالدم. يمكن امبارح كان التحالف الوطني في جميع محافظات مصر ومنها العريش شاهدناه هنا في ميدان الرفاعي، كان الحقيقه الحمله بسيارات الاسعاف اللي خرجت لي يعني جمع تبرعات الدم من المصريين هنا من اهالي شمال سيناء، وبالفعل تقدم الناس كان بيبتدوا من 8 الصبح لحد 8 بالليل، الحمله كانت مستمره لنقل التبرعات بالدم. كمان مخزن الهلال الاحمر المصري المتطوعين ما زالوا بيعملوا على مدار الساعه من اول يوم تقريبا وهم بيشتغلوا 24 ساعه يوميا، بنتكلم على اكثر من 6000 متطوع في الهلال الاحمر المصري الحقيقه شغالين من التحالف الوطني مستمرين في نقل المساعده دي. كمان على الجانب الاخر الحقيقه انه يعني سيارات الاسعاف المتوقفه امام معبر رفح المصري ما زالت بتتوافد دايما بين المستشفيات للمعبر او حتى في النقطه الفاصله بين معبر رفح المصري والفلسطيني عشان تستقبل المصابين من الاشقاء في فلسطين. بنتكلم انه امبارح مثلا دخل 19 مصاب تم توزيعهم على المستشفيات المختلفه اللي حددتها وزاره الصحه، وما زالت سيارات الاسعاف المتبقيه لسه موجوده، وكمان مزدوج الجنسيه من خرجوا بالفعل امبارح جزء كبير منهم، بنتكلم على اكثر من 7000 من مزدوجي الجنسيه خرجوا خلال الايام الماضيه، بنتكلم على امبارح بس فقط خرج 1500 مصري من قطاع غزه الحقيقه قدروا ان هم يعودوا تاني لهنا لمصر خلال امبارح فقط. بنتكلم بشكل عام كمجمل بقى المساعدات، احنا بنتكلم على اكتر من او ما يقرب من 2500 2300 وشويه تقريبا 2500 شاحنه دخلوا خلال لقطاع غزه خلال الفتره الماضيه من المساعدات المختلفه، ده طبعا عدد مهم لكن بالنسبه لاحتياجات قطاع غزه هو أقل من القليل، يعني ده أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية للأشقاء في فلسطين في قطاع غزة، وده برضو ما منعش الحقيقة من الدبلوماسية المصرية والمجهودات المصرية المستمرة لضغط عشان محاولة مد الهدنة أو حتى بشكل عام يعني إدخال المساعدات على قدر أكبر من المستطاع للوصول للأشقاء في فلسطين. النهارده كمان يعني مطار العريش لسه ما زال بيستقبل الطائرات وإحنا بنتكلم دلوقتي، في جسر جوي للكويت لسه ما زال مستمر، جسر جوي للسعودية بالإضافة للعراق بالإضافة للأردن بالإضافة المنظمات المختلفة اليونيسيف لسه ما زالت بتبعت المساعدات وبنستقبلها في مطار العريش الدولي. والآن عودة ليكم مرة ثانية. نشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم بيبرس من العريش، نشكرك يا كريم.